التسديد، يفضل التسديد ويريد التسديد. الله على أمجد، الله على أمجد وعلي علوان. محاولة خطيرة، خطيرة، جول جول. هدف أول لنادي الشمال، هدف أول لنادي الشمال. نعم، إهدار الفرص كان في الشوط الأول يا هشام يا زاهد، لكن تأكيد الكلام يأتي عن طريق جايسون سكوبار. أضاع ركلة الجزاء لكن يعود ويسجل. شوف اللعبة، شوف المحاولة، شوف اللمسة، شوف اللعبة. علي علوان، أمجد عطوان هو الأول، هو الأول اللي قاتل على كورته، اللي لعب على كورته. بعد ذلك علي علوان بلمسة، كلاود أمين في تصدي، وجايسون سكوبار بالقدم اليمنى يسجل الهدف الأول لنادي الشمال، وخامس أهدافه في بطولة الدوري، خامس أهدافه في بطولة الغائب عن أحداث هذه المواجهة. تنقل للأمام سكوبار، سكوبار الثاني جول، الثاني جول، جول لنادي الشمال، هدف ثاني لنادي الشمال. الشمال يصل، نعم يصل الهدف الثاني عن طريق جايسون سكوبار. سكوبار يعلن التقدم مرة أخرى، سكوبار اللي يضع فرصة الوصول لهدف الثاني، لكن هو الآن يضعها ويسجل ثالث أهدافه في بطولة الدوري. يا سلام علي علي علوان، ويا سلام على جايسون سكوبار اللي وضع الكرة بدقة في اللعبة الماضية، اللي وضع الكرة بجمال، واللي وضع الكرة بهدوء، واللي صعب